البنات اللي في النادي زي اللي بيطلعوا في الكليبات. كليبات مين دول؟ قمر. قمر اتاريك شرطان في الموضوع جامد بقى. وانا بتاع الكلام ده برضو. انت اصلا مالكش غير في الكلام ده، ولازم اقعد اعرف دلوقتي حالا. يا ام احمد خد يا بنت، عارفه لو قلت لها اقطع رقبتك كنا ما تقولي لها كنا بتاع الباب. لا يلا صغيرة على الكلام ده. افتحي اصغر. هو الباب بقى للكبار فقط ولا ايه؟ ايوه. لا والله نلع الباب يا ايمان. هاي مودي واحده من بتوع الكليبات. انا ما شفتهاش غير بعد ما نسيب العربيه فقلت اجيبها لك. ربنا يخليك. الحمد لله ما وقعتش في الشارع والله كان ربنا ستر. يا اخويا ما توقع يعني، ما هي فاضيه اساسا. الظاهر كان مغمى عليك انت كمان في العربيه. انا اسفه طنط ان انا جيت مره واحده كده. يوم مال يا اختي، كنت عايزه تيجي على مرتين. يلا بنضحك كده بنفرفش، عايزينك تبقي كده زينا ومننا كده. انت شكلك مطربه صح؟ مذيعه صح؟ العاشرة مساء. يما ايه التاسعه؟ التاسعه مين يما؟ انسه نور دي عضوه في النادي وصاحبه محل ورد كبير، وكانت معانا لما تيسون تعب ما فرقتناش ولا لحظه بالعربيه بتاعتها. يا سلام كتر خيرك يا بنتي. تتعشي معانا بقى ولا تروحي قبل الليل ما يليل؟ يما هتطرديها ولا ايه؟ مش قصدي والنبي، اصل احنا عندنا بسله قرديحي من غير لحمه، اللحمه ما كفتش، بس احنا كل يوم جمعه بنعمل لحمه. ابقى هات يا احمد يوم الجمعه تاكل معانا لحم. حاضر يا ام هجيبها يوم الجمعه تاكل لحمه. حاضر. لا يا طنط ميرسي بجد، انا متاخره ولازم امشي حالا. عايزه تمشي يعني مننا مش عاملين لحمه؟ طب ايه رايك بقى ان البسله الارديحي احلى كتير من ام لحم. وانا هقعد وهاكل بسله من غير لحمه. والنبي عارف يا احمد، من ساعه ما امي ماتت عمري ما حسيت بالدفى اللي حسيته في وسط اهلك. اصلهم ناس طيبين قوي. هما كانوا فرحانين بيك والله، يعني اول مره يحسوا ان حد نضيف دخل البيت يعني. هو انت جيت مصر ليه؟ والله انا جاي من الاسماعيليه عشان العب بوكس هنا في مصر، يعني نفسي ابقى حاجه جامده. لعبه مصر احسن من لعبه الاسماعيليه طبعا. لا بالعكس والله، احنا عندنا في الاسماعيليه في اصول في اللعب، يعني لو لاعب مصاب ابعد عن الاصابه بتاعته، هنا ما يصدقش يلاقي اصابه يبحتوه، يعني زي الجدع خطيبك ده اللي كان. ثانيه واحده ثانيه واحده، مين خطيبك؟ اللي هو الجدع الاقرع ده اللي كان بيشاور لك ده. هو عندكم في الاسماعيليه لما واحد يشاور لوحده يبقى خطيبها؟ لا اصل كان في عشم جامد ومشاوره جامده قوي يعني، فقلت فيه يعني خطوبه يعني. لا يا سيدي هو مش خطيبي، حتى ايدي فاضيه اهي. الله احسن والله. هو ايه ده اللي احسن؟ العصير ده. ده ايه ده؟ لب. لب؟ لب. اللي بنزازه؟ بيعصروه ازاي يعني؟ بيعصروه؟ يعني كل واحد بيقعد يأزز ويرمي يأزز ويتفتد على كده. المحل كله عمال يتفتد في الكوبايه دي بقاله 3 ايام. حد قال لك قبل كده ان انت سكر؟ لا قالوا لي يا عسل، قالوا لي يا جميل يعني. السكر دي حلوه يعني. دي رخصه نور كان عليها 12000 جنيه مخالفه، خليتهم 600 دفعتهم لها. 12000 جنيه بس؟ يا عيني يا عيني على الفواتير. يلا خير، قول لي ايه كمان؟ ابعت حد ياخد موافقه الارض الصحراوي علشان خير. تكلم بجد؟ برافو عليك هايل. عملت ايه في حكايه نور؟ شوف يا اكرم، انت بتخلص لي الشغل في ايام غيرك بيخلصوا لي في الشهور. يعني يعني ما ينفعش يا اكرم باشا انك تكون لسه عامل لي خدمه بعد كده تيجي تسالني موضوع نور ايه؟ وده لسببين. السبب الاولاني انك بتاخد فلوس نظير الخدمات دي، اما السبب الثاني فلان موضوع نور ده شيء والبيزنس اللي بيننا وبين بعض ده شيء ثاني خالص. اما بقى بالنسبه للكلام الودي، فانا سبق وقلت لك ان ما عنديش اي مانع انك ترتبط بنور، بس على شرط هي اللي تختار مش انا. هتختارني؟ ساعتين عمال اتحايل عليك عشان تقول الدكتور قال لك ايه، وبرضه مش عايز تقول لي يا احمد. يا ابني قال لي انت زي الفل ولازم تستريح شويه. انت عارف البنت نور كانت معانا النهارده في المستشفى؟ البنت دي اكتشفت ان ب 100 راجل. كانت خايفه عليك قوي. احمد انت عمال تتهرب مني. في حاجة مش عايز تقولي عليها؟ ريحني. قولي الدكتور قالك ايه بالظبط؟ الدكتور قال عندك خلل في مفصل الكتف، وأي تحميل عليه ممكن يخلع كتفك تاني. يعني ايه؟ يعني مش تلعب بوكس تاني. دكتور يا وتعالي خليني سليمة. سليمة. لا يسود. لا.
لا انا خلاص يا احمد، قلبي ضاع في مصر يا احمد يا مصر. انت بايخة بايخة قوي. خلاص 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 يا مصر، روح لله. برافو يا احمد، جميل. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. على فكره انا مبسوط منك، موهوب وليك ستايل ورد فعلك سريع وذكي. يلا يا استاذ روح غير هدومك. ماشي يا كوتش، اعتبر نفسك من دلوقتي ضمن الفريق بتاعي. ربنا يخليك كابتن يا رب. موفقك ان شاء الله. عن اذنك اتفضل. ايه ده انت طلعت بتعرف بجد تلعب اهو. شفت بقى، بالمناسبه الحلوه دي انا عازمك على عصير ترمس. ايه لا تقولي